من ابرز ذكرياتك في الامور دي ايه يعني؟ ده كتير، حاجات كتيره ايه يعني؟ احكي لي يعني احكي مثلا برضو، لان اصل موضوع السحر ده خلي بال حضرتك اليومين دول يعني عارف حضرتك الناس بتتكلم فيه. ايوه يعني اصل يعني ممكن جدا، ما هو كان بيتقال ان هو بيتعمل لانديه مصريه كتير حاجه زي دي، ولكن لا هم كنت بتاخد البطوله يعني. ايوه هم انت عارف الافارقه دي في معتقداتهم ويعني عايشين بيها، وبيبقى عندهم اللي هو يذبح لك مش عارف ايه، في الساحر ده اللي هو ما بيعرفش بيقولوا عليه جوجو ولا بيقولوا عليه ايه، تلاقيه لابس جوجو حاجات تقريبا بيبقى لابس حاجات كده الوان مزركشه والوان فاقعه جدا، احمر فازرق مش عارف، تلاقيه عامل حاجه على راسه كده وينزل قبل الماتش معاه عصايه يقعد ويقعد يرقص كده يرقص ويهيج الجمهور ويروح يشاور لهم، يعني حاجات كده هم بيعتقدوا فيها. مثلا فرقه اشانتي كوتوكو كانت مرعبه في الفتره دي، كانت اهم فرقه في غانا، وكان تقريبا عشان كان الاحتراف الخارجي قليل شويه في الفتره دي، فبتلاقي معظم اللعيبه الدوليين في الفرق دي، يعني كوتوكو مثلا تلاقي مثلا 6 7 منه في منتخب غانا. كانوا لعيبه هايلين. انا فاكر كويس قوي في ماتش من الماتشات كانوا بيلبسوا هم اللبس بتاعهم، وبعدين لابسين مناديل بيضه كده وفيها بودره جوه المنديل، جوه المنديل واحنا بنعدي عليهم كده كل واحد يروح عامل المنديل كده ويروح عامله كده بتعمل بودره كده. ده سنه كام ده؟ سنه 83 84 نفس الفتره دي. البودره دي طلعت ايه بقى؟ بودره كده بتطلع أي كلام. انا مش عارف هو بس بتعمل حصل لك حاجة يعني؟ لا ولا حصل حاجه بس هي بتعمل لك هزه كده، يعني انت لو انت مش واخد على الاجواء دي وكده تتهز. درجه انا فاكر كويس قوي مره تامر حفني كان معانا في بطوله اعتقد سنه 93 94 و 93 كاس الكؤوس اعتقد تقريبا او قبليه، يعني لا مش اللي خدناها اللي هي عادل الرحمن جاب ضربه الجزاء، لا تقريبا في بطوله قبليها تقريبا ممكن نكون خرجنا منها او حاجه. كنا رايحين على الملعب وانت بتنزل درجات السلم في اللي هي اللي بيقولوا عليها البسطه او بيقولوا عليها الحته المربع الصغير ده اللي قبل السلالم الثانيه، كانوا دابحين فيها خنزير والدم كله كده، انت لازم تعدي عليه، لازم يا اما لازم هتدوس على الدم فتامر حفني بس انا بوريك ان هي ممكن تهز. تامر حفني كان اول مره يسافر وكده وبتاع لقيته بيعيط عياط مش طبيعي. لا والله قبل الماتش هو هيلعب بيبكي بكاء لما شاف المنظر ده كده. فهي مجرد ان هي بتعمل ممكن ساعات هزه بس نفسيه كده لبعض الناس اللي مش متعوده لكن رجله ما عارف الحاجات دي. لكن الكابتن عادل عبد الرحمن ضيع بلانتي ولا جابها؟ عادل الرحمن لا 93 جابها 93 وضيع كتير بس هو كان بيجيب كان نفسي هو كده على التليفون بقى عشان كده لازم اقول كده.